صباح الزفت. ما يا فندم؟ صباح الزفت. يعني اقول لحضرتك صباح الخير تقولي صباح الزفت؟ ما انت عمرك ما هتحس باللي انا فيه عشان اقول صباح الزفت، ما انت راجل لحد هيكتفك. ما فيش ربايه كده؟ ما فيش فيديو. انت راجل لحد هيجوزك غصب عنك ولا حد هيقرفك في حياتك يا اخي؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الرجاله. ايه ده، بدي سلوخات دي ولا ايه؟ مالك فيها على الصبح؟ الله مش عارف ابيض على الصبح. انا كفايه اللي انا فيه، انا كفايه اللي انا فيه في عيشتي، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني لو فيها ممكن نحكيه بطريقه اشيك من كده، لكن مش صراحه يا رب اصحى الصبح الاقي الرجاله انقرضت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي جوز امي في نفس اللحظه. ان شاء الله مش هتصحى ان شاء الله، يعني مش هيطلع عليك النهارده. سوا سوا ان شاء الله. سوا بس المهم تبقى انت موجوده. عارف يعني ايه سوا؟ بس عايزة ايه يا حاجة؟ عايزة ايه؟ مش هتجوزه؟ انا مش هتجوزه عشان بس تبقي فاهمة، وحياة امي ياما ما هتجوزهولك. انا مش هتجوز حد يا بنت، حرام عليكي، ده كسرلي عظمي، ده مفيش حته في جسمي سليمه. حرمة عليكي وعليا وعلى جوزك عيشتنا كلنا، اخش فلوري عشان تهبطه؟ يا بنت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، لو ما اتجوزتيش الواد ده مش عليكي. اغضبي اغضبي في 60 داهيه، اغضبوا كلكم اغضبوا. انا مش هتجوز، انا تربي اكل برسيم، انا خلاص زهقت وجا... مش هتجوز. انا مش كلام قدامك يا بنت، ده نسمه، ده راجل زي السكر. نسمه ايه ده؟ كسر لك ده، كسر لك دراعك اول امبارح يا وليه. نسمه يا بنت مش مشكله، نسمه دي تبقى بنت اختك. قال لك نسمه يا حاجه ما تجوزهاش حاجه عشان انا قرفان على الصبح وبتاع. دخل بينا ليه؟ دي مشاكل عائليه، انت مالك؟ اتفضلي 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 اتفضلي. يا فاطمة يا جوز امي. ايه ماله سيد يا فاطمة؟ سيد باكل برسيم يا جوز امي، ده كله بروتينات. امك ما بيعيش عظمة سليمة يا فاطمة، انا لو اشوفك ده انا زي ابوك. زي ابويا؟ انت زي ابويا انا؟ تقارن نفسك بالمرحوم الله يرحمه الحاج ابويا؟ ما تنطقش معايا، وجوازه انا مش متجوزه، يا اخي جيزك عقربها انت وامي. ها؟ اجي في وقت تاني؟ طب ممكن انزل واجي في وقت تاني؟ وريني، انا بقى عايزاك توريني، انا خلاص يا حبيبي اتصرفت، انا في كنف دكر. انا في كنف دكر، انا في كنف راجل، واقول لك انا كنت اسمعك صوت القطر بس انت قفلت الاول. ماشي يا جوز امي. هو كسب معلش. ايه دي بس؟ طب ايه المشكله؟ طب يعني لو في مشكله حابه نتكلم. يعني انا خلاص اتخنقت، اقسم بالله اتخنقت، ومفيش حد عايز يقف جنبي في الليله السوداء اللي انا فيها دي. صلي على النبي، انا على طريق. صلي على النبي. اعمل ايه؟ طب اعمل حادثه؟ لا ملهاش لازم. يعني ممكن وقت تاني، وقت تاني. والنبي الموضوع الذ وجع. والنبي يا رب، والنبي يا رب ابعت لي مدد، والنبي يا رب معونة. طب ما تتجوزيش سيد، يعني انت ليه قرفانة على الصبح؟ مبطراني ليه ما تتجوزيش سيد؟ يعني ايه المشكلة في ان انت تتجوزي سيد؟ حد راضي يساعدني؟ حد راضي يساعدني؟ ولا البلد بقى فيها رجالة بتساعد حد دلوقتي؟ يا رب الشباب كام يعني اليومين دول كده بيروح على دهب؟ روح اجي على دهب كام؟ دهب ما تساعدني. حاضر بجد؟ على الحين والله الحين يا خالد، نطلع على سوبر جيت ونطلع. انا هقول لك على حاجة. قولي لي على حاجتين. هي امضى صورة. شكرا. صورة ايه؟ انا مجهزه، فكرت في الفكره دي بس قلقت. صوره ايه بس؟ عقد عرفي مع سيد ولا مع مين؟ انت يا باشا. انا؟ لا والله لسه خاطب امبارح. ما محدش هيعرف. ما انا هقطعها. لا معلش انا هقطعها. خلي وقت تاني، خلي وقت تاني. وحياه امك، الهي يبارك لك ربنا. انا عايز انزل. والنبي انا عايز انزل والله العظيم ثلاثه، والله هفهمك. والله انا عايز انزل. بص انا خلاص خنقت، مش عارفه اعمل ايه. هما إيه؟ مش عايزه اتجوزه. ما والنبي ربنا يخليك. انا ممكن انا عجزت تسكت سوبر جيت على ما انا سابي. مش هينفع اهرب انا. والنبي. انا عايزه ورثي. والنبي ربنا يخليك. مش مشكلة، ما ولا والنبي في درسين في الموضوع. انا هفهمك. انا هفهمك. انا هقول لك انا هعمل ايه. بس انا لازم انا بس انا فهمت. انا فهمت. هادي بالله هنرتاح. انا فهمت. بص انا فهمت. الموضوع مش هياخد وقت. انت عبيطه على الصبح ولا ايه؟ طبعا عشان انا ابقى فاهم. انا بس هصورها. انا صباعي مدوح يا بابا. يا بابا حسبي يا بابا. يا نعم ايه العبط اللي على الصبح ده؟ وحياه امك والنبي انا مزنوقه فيك. مزنوقه فيها في انا مال؟ انا والله مزنوقه فيك، والله العظيم مستقبلي على المحك. والنبي محكه ايه؟ الهي يسترك، الهي يبارك لك، الهي ميرقد لك جدا. والنبي انا مش مهما تعملي هيجوزوني الجاموسه ده. والنبي اهربي. طيب اهرب. انا مالي؟ عايزه وعسي، عايزه فلوس يا ستي. فلوس على اللي برسيم عشان خاطري. انا مش حاجه عشان خاطري. هي بص اوعي بس بقى. بص تك 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 ايه؟ اوعي. والنبي
والنبي هي يا بابا بس انت هي بص ما هتخسرك ايه ما خلي بالك كينا كومب هيصلح الموقف والنبي كله والله كينا كومب او جلسات كهرباء والله حاولت يا دي جلسات كهرباء والله انا حاولت ما جاش سكه الموضوع بس بص انا يا بابا اوعي ايدي هفهمك حاجه هفهمك حاجه والنبي والنبي هعيط لك والنبي طب انزل انا والنبي والنبي ربنا يخليك والنبي الهي تنستر والنبي والنبي انا عارف انا عارف انت بقى مش انا قاعدت لوحدي انا قاعدت لوحدي والنبي يا اشرف نعم بص بقى قطعها وخلي الورقه معاك ماشي بقى بعد ما انا ابصم وبتاعه وبالبهيم اللي بياكل برسيم ده انا اعمل ايه وانت مالك ومال وانت مالك ومال طب انا عامل ايه عشان اصور لهم ان احنا خلاص متجوزين بص اهي يلا بسم الله الرحمن الرحيم الف مبروك الف ايه مش حلو كده هنتصور بيها طيب نتصور نتصور في ايه يلا نتصور نتصور في ايه واحنا احنا رايحين يلا 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 نتصور يا بابا بس امسك العقل يلا ولا يلا نتصور امسك العقل لا لا انت لا اتصور معايا حلو بعتها لها بقى على الواتساب مشوار اكبر مشوار اكبر انت خدته ماشي ولا جري انا اتجوزت يا لهوي يا يوم خرا فكر نفسك ترابي مني ولا ايه فكر نفسك ترابي مني اقطم يا اقطم انا انت في سابع عرض هجيبك انا في حمايه ايه ده انت دلوقتي انت مين ايه ده جوزك جوزك مين جبت ايه دي بس اهو ده راجل يعني ولا ايه ده وريني يا عم وريني كشتي مين راجل انزل لو راجل وريني نفسك وريله ولا ولا انزل وريني ولا ست ولا ست انا هوريك سيد انزل يلا بلف انا في كنف راجل يا سيد وريني نفسك مالك فيه بقى مالي انا هوريك ازاي تحطيه في الموقف ده انزل بقى ماشي تعال امسك انزل تعال كده انزل انا هنزل لك اهدى يا عم اهدى بس اهدى بس اهدى بس اهدى انت انا عايز بس 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 الراجل بتاع هنا 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 بنهزر 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 كريزي وومن بس كريزي وومن ايه خرشنتنا يا عم يا عم خرشنتنا يا عم يا عم خرشنتنا يا عم بس 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 هنا بس هنا بص هنا بس وابتسم لنا سيكا بهدلت الراجل على الفاضي احنا في كريزي وومن اضحك اضحك كل سنه وانتم طيبين وقول كل سنه طيبين يا عم كل سنه طيبين وهنزيع هنزيع بس كده تصالح مع سيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزفت ده حاجة استغفر الله العظيم يا رب استهدي بالله بس في حاجة ولا ايه لا اله الا الله معلش لو بتدخل يعني في خصوصيات يعني ما تتدخل ما انت عملت كل حاجة في حياتنا ما تتدخلوش كمان لا ده انتوا تتدخلوا وتخرجوا وتعملوا كل حاجه عملنا ايه بس يا ستي انا بس ايه اللي حصل ايه اللي حصل ما انت مش ست ما انت مش فاهم يعني ايه جوزوك غصب عنك يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل في الرجاله حسبي الله ونعم الوكيل 100 مره بس ايه بس مين اللي اتجوزها غلط انت متجوزه نعم يا دكتور يا فاطمه يرضيكي انت عامل ايه ده يرضيني الهي يكسحك ياما يا رب يكسر لك رجليك الاثنين جنب كسر ذراعك اللي لسه كسرها لك يا شيخه حسبي الله ونعم الوكيل امك يا ست انت بتتدخل في حياتنا ليه امك حسبي الله دخل في حياتنا تفلس كف وش امي الست المحترمه اللي بتقولي اتكسحي لك انت مالك انت انا كسحه انت ما تكسحهاش انا ده حرام يقرا اللي يقولها مين بره عنك ما يخصكش انا بفهمك يا ست اعمل اللي انت عايزاه يا ساتر انا اسفه يا ماما على الزبون قليل الادب ده لا تتحرق انت امك في يوم واحد جوز امي ده انا جوز امك يا فاطمه بتقفلي في سكه في وش امك يا اخي جازتك عقربه انت وامي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جوز امي انا مش هتجوز انا بعرفك بس وورثي مش هسيبه وورثي مش هسيبه يا حبيب قلبي انا بس بعرفك انا جواز مش هتجوز قريبك النطع الزباله اللي بياكل برسيم ده تخليهولك تتجوزه انت يا جوز امي والله العظيم ماشي بس انا خلاص بقيت في كنف راجل يا حبيب قفل في وش السكه خلاص ممكن بس نركز في طريقنا ونتكلم في وش السكه نركز بس في طريقنا هاتي التليفون احنا المفروض تحترم بعض هاتي التليفون ما واضح قوي انك بتحترم بعض شفت الاحترام واضح قوي اللحظه الاحترام انت هتصاحبني سيب بس التليفون بس كده هنتكلم هنتكلم اوعى ايدك اوعى ايدك لا خفت بس يعني بروح ما انت لازم تخاف انا خايف بس عشان انا محدش يقدر عليا محدش يتجوزني بس عني ايدك ولا جوزك يزعل برضه ولا جوز امك
ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ انا مش عايزه اتجوز غصب عني، انا اسفه، انا قلت الادب، انا قلت الادب عليك. لا لا مفيش حاجه والله، مفيش حاجه، مفيش حاجه. انت بس انا عايزه حد يساعدني، انا عايزه حد يحل حياتي. انت متجوزه ولا مش متجوزه؟ هم عايزين يجوزوني، جوز امي عايز يجوزني ابن اخته علشان ياخد ورثي، ما كفاهوش ان هو اتجوز امي، ما كفاهوش، مش مكفيه. ساعدني. اساعدك ازاي؟ انا معاك يعني. انا من كام يوم كده طقت في دماغي فكره وجهزتها وانا نازله الصبح كده، حسيت ان ربنا هيبعت لي ابن الحلال اللي يساعدني وينفذ لي الفكره لوجه الله. قولي لي بس يا رب اقدر اساعدك. ولو عايز فلوس انا سداده برضه. لا ما غير ممكن فلوس. ما اخدش منه فلوس توصيله كده ولا كده يعني. من غير فلوس؟ حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. انا عرفت انا مين. بص كده، هي ورقه تبصم صوره ونقطعها. ايه ده؟ هي 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 هي. خليها معاك وبقطعها. ده عقد جواز. ما انا عارفه ست. انت بقطعها بقطعها ست. بس استهدي بالله، عقد جواز ايه؟ بقطعها يا حبيبتي. مش هينفع. افهمك انا، فهمك انا والله. انا فاهم. انا متجوز اربعه، مفيش مكان. ما ماشي، ده عرفي عرفي. واحنا قلنا المأذون مطرش النسوان في البيت. مش هينفع. لا 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 لا، مش هيصدق. ده عرفي عرفي والله. يا ستي عرفي ايه وبتاع ايه؟ الهي ربنا يبارك لك، الهي يبارك لك في نسوانك الاربعه. الهي يا رب بص يعني يطعمك ما يحرمك. ربنا يخلي. انا هتقف جنب ولي. انا ابويا ميت، انا يتيم. افهمك. لا اله الا الله. ربنا يرحمك. ربنا يرحمك. يرضيك ياكل ورثي؟ لا لا ما يرضيك. ياكلوني؟ ما يرضينيش. يرضيك والنبي. يلا بس عشان نختصر، خلي الورقه معاك، خلي الورقه معاك وبقطعها. انا بس هصورها لك. أيوة. بص اهي تيك تك. الله جميله الصوره الجميله. بس كده اهو. هاتي بس الورقه دي، هاتي بس الورقه. استنى بس، هات كده، هات بس ايدك كده. البصمه دي صور مع البصمه يا ستي. صور. هي دي هتخرجك. اضحك اهو. لا 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 عدت كده. قال لك هيراقبك يا فاطمه يا فوادي. ايه ده؟ فكره نفسك ايه؟ مش هلاقيكي؟ في يا حبيبي. شوف الثاني حبيبي. اهدى ايه يا عم؟ اهدى. انت مين انت؟ اهدى اهدى. انت على جنب دلوقتي. اهدى. ايه ده؟ راجل. فين الراجل ده؟ انا الراجل يا عم. راجل مين انت؟ وريله. راجل مين؟ وريله. عين مين يا عم؟ عايزك توريله. بيت ايه؟ خلاص انزل لي بس وعرفك. انا هجي لك دلوقتي. فينك يعني؟ انا هنزل لك دلوقتي. خد افهمك بس. خلاص 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 خلاص. بس 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 بس. ايه ده؟ هتدوس عقد الجواز ده الله يبارك لك. بس بس هنا هنا هنا. كل سنه طيب؟ قول لهم كل سنه وهم طيبين برضه؟ يلا يلا قول لهم كل سنه وهم طيبين. موافق نزيع؟ نزيع الحمد لله.